موضوع الشتاء والصيف ده هنبص له بطريقه يعني ايه عقلانيه وعلميه في نفس الوقت. انا شخصيا محب الصيف. ليه؟ الصيف بالنسبه لي حريه، انطلاق، اخرج، ارجع متاخر، البس لبس خفيف الوانه حلوه، اروح انزل استحمى في النيل، في الترعه، في البحر، في حمام سباحه، اروح الجنين احمل اللي انا عايزه انطلق. الشتاء ما نتحركش، قاعدين متكلفتين لابسين 500,000 حاجه، ننام كتير، مش عايزين نخرج، مش عايزين نتحرك، كسلانين عن الشغل، فكل دي طبعا مشاكل، بس كل دي برضه تهون. في حاجات تانية أهم، الأمراض. معظم الفيروسات، بص على السنتين التلاتة اللي فاتوا كورونا، كانت بتبقى أنت الحالات في الشتاء. ليه؟ لأن الفيروسات بتنمو في درجات حرارة منخفضة. ولا تتحمل حرارة الصيف في عز الكورونا، كان يجي يوليو أغسطس ما تلاقيش حاجة كورونا في مصر. ناس الشمس، شمس طبعًا بتقتل أي فيروس في الدنيا. فالشتاء بيبقى فيه أمراض كتير. وتسأل أي أم دلوقتي تقول لك الولد ده بيسخن يخف، يسخن تاني يوم. ومقضيين الثلاث شهور كلهم عند الدكاتره وبياخدوا مسكن الحراره والمضاد الحيوي والكلام ده واقع. هل ده بيبقى موجود في الصيف؟ لا. ففي ناس بقى زعلت انا كتبت كده، ناس تقول لك لا لا انت من محب ايوه انا محب الصيف فعلا. لان انا بحب الحريه. وبحب الانطلاق. انما الكلفته والاكل كتير، ما هو الشتاء ناس الشتاء بتعمل ايه؟ ينام كتير، ياكل كتير، يشرب قليل. ثلاث حاجات ضد الصحه. أكل كتير ده يعمل تخن، قلة المية هتعمل حصاوي وتبهدل الجسم وتعمل جلطات. النوم زيادة عن اللزوم يعني غلط. فإذا الشتاء الحقيقة طبعا يعني بقول اللي بيحب الشتاء الله يكون في عونه. بدعي لهم يعني. أما بتوع الصيف مبروك عليكم الصيف، وطبعا يعني عشان أقول بتوع الشتاء الحمد لله يعني من خلال مراقبتي للخرايط بتاعت الأقمار الصناعية بتاعت الطقس. الحمد لله اعتبرها من بكرة هتبدا درجات الحراره تتحسن، يمكن ال 10 ايام الاخرانيين اول مارس هتبقى 27 و 28. فبقى خلاص بقى يعني هنبقى وداع للشتاء ان شاء الله.